السلام عليكم. يا اليوم راح نسوي مقبلات باردة. نحتاج بوتيتيف، مايونيز، معدنوس أو كرافس، ونحتاج ليمون. نقطع البوتيتا مربعات وبعدها نسلقها، وبعد ما تنسلق نتركها أقل شيء نص ساعة تبرد. تابعوا الفيديو. بعد ما قطعناها نسلقها، نخلي وياها شوية ملح، بعد ما خلينا بديتها على النار نبدأ نسوي الخلطة أو الصلصة أو التتبيلة. قطع ناعم قدر الإمكان، بعد ما قطعناه ناعم نخلي حامض، مايونيز، فلفل أسود إذا تحبون تضيفون، بعد ما سلقيت وبردت ننزلها. نبدأ نخبطها، بعد ما صارت بهذا الشكل نخليها
بالبراد فد نص ساعة، وراها نقدمها للأكل. وألف ألف عافية.